السلامة. هذا خاص بجناح الطفولة اللي من عمر أيام لحد عمر 4 سنين. هذا الطفل أطلقوا عليه لقب الطفل المعجزة، خلوه طعم الدواعش للجيش. خمسة جنود بسبب هذا الطفل استشهدوا ونهشوا الكلب من إيده وأخذوا راح به بحيث اضطروا. هو هذا الطفل اللي نهش الكلب؟ انتهزم به الكلب فما مات هو. زين تقدرين تشوفينه هو بس الطفل؟ اضطروا يقطعون ايده خضية الطفل. من يا منطقة هذا؟ من موسم القديمة. اليوم كادر فرع نينوى للمنتجات النفطية يزور دار الأيتام في محافظة نينوى. اليوم تبرعوا إخواننا الموظفين مع إدارة الفرع وخصصوا مبلغ معين مع هدايا وملابس وبعض الحاجيات التي يحتاجونها إليها. هذا الدار الحالة مأساوية، هذا نتيجة داعش الإرهابي، مخلفات داعش الإرهابي. اليوم احنا واجبنا كمواطنين أولا وموظفين تابعين للقطاع العام الدولة العراقية، زرنا هذا الدار وإن شاء الله سوف تستمر هذا الحملة وتستمر دعم وزارة النفط والسيد السيد الوزير والسيد مدير عام أستاذ كاظم مسير، وإن شاء الله شركة التوزيع في محافظة نينوى بكادرها بموظفينها بالموظفات احنا لخدمة محافظة نينوى والعراق إن شاء الله. نشكر ايضا مسؤولة الدار والناس الخيرين الذين يعني يدعمون هذا الاطفال الذين نتيجة وجودهم نتيجة داعش الإرهابي. يتشرف دار رعاية الذهول للأيتام بزيارة الأستاذ فلاح مدير منتجات النفطية ودعمه لشريحة الأيتام وقيامه بتوزيع الهدايا العينية لهذه الشريحة، ونشكر كل من ساهم في هذا الزيارة من موظفين وموظفات لدعم شريحة الأيتام. واحتياجاتنا احنا نحتاج إلى كادر خدمي، إلى مربيات وخفيرات.